وقد ذكرت في رسالتها شيخ صالح موضوع الكسر الذي تعرضت له في إحدى فقرات الظهر، وتفضلتم وأجبتموها آنذاك. تسأل الآن شيخ صالح، تقول إنها كانت تصلي السنة قبل الحادث، لكن بعد ما مرضت وحصل لها الحادث أصبحت لا تصليها، فما الحكم؟ تصليها على حسب حالها. الحمد لله، تصليها على حسب حالها، وإن كانت تشق عليها فإنها تكتفي بالفريضة.